لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. أحبتنا في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج كما تعرفون تابعتونا نتجول في مجموعة كبيرة من الأهداف في حقب مختلفة، سواء على المستوى المحلي في بطولات الثلاثة، على المستوى الخليجي الأسيوي، ذكريات تحمل ذكريات جميلة ربما تكون ذكريات حزينة في الخسارة. كثير من الناس أو كثير من المشاهدين يبون بعض الأهداف المعينة نختارها لهم في حقب مختلفة، عرضناها نعم في حلقات ماضية لكن كثير طلبات عليها بإعادة بعض الأهداف. وكثير يعني نتذكر على سبيل المثال، على سبيل المثال نتذكر هدف العبد العزيز العنبري مطلوب كثير على العراق في دورة كأس الهجر الرابع، هدف الموزة لجاسم يعقوب مطلوب كثير، هدف فيصل الدخيل على في مرمى منتخب التشيك في كأس العالم أيضا مطلوب، في كثير الأهداف مطلوبة في أهداف أخرى أيضا، ولكن تكلمت عنها على سبيل المثال، ولكن إن شاء الله نعرض هذه الأهداف في الحلقات القادمة. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في 10/4 عام 2006 في بطولة الدوري العام لكرة القدم لعب السالمية والكويت، وهذه المباراة تحديدا ربونا تذكرها جيدا، وهذه حالات نادرة في عالم كرة القدم. كان الكويت مهزوم 1-0، سجل هدف السالمية آنذاك داغو، وفي اللحظات الأخيرة في الدقائق الأخيرة تقدم الحارس خالد الفضلي في خلال لعبة كرة كورنر وسجل هدف نادي الكويت التعادل. وحالات نادرة أن يتقدم حارس مرمى في اللحظات الأخيرة ويترك مرمى ويسجل هدف، أعتقد خالد الفضلي حالة نادرة من حراس المرمى اللي قاموا في هذا الدور. نشاهد أهداف المباراة معنا. سامر بشار، بشار يتقدم، بشار يتقدم الكرة مع داغو، 2-2 وتقدم بها بشار ويتقدم الكرة معه ويلعبها إلى داغو بالجول، والجول كرة عمل فيها مجهود كبير بشار عبد الله وسلمها تسلوم إلى داغو اللي قال للكرة والمرمى فاضي حطها بالمرمى وحطها داغو في المرمى، يعني تناصف الهدف بشار وداغو وتصبح النتيجة 1 لنادي السالمية لا شيء. هذا تركي خالد اليوسف، شوف شوف تركي ومعصب ويبي الجول وتسجل جول. شوف 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 هذه الكرة والإعادة، شوف بشار سلمها لاعب كبير، طبعا لاعب كبير سلم كرة مثل هذه لأنه خبرة عنده، خبرته بشار وعدى من واحد وعدى من يعقوب سلم له يقول أضمن أضمن، شوف ممكن يشوت لكن أضمن. خالدي هل يعملها وسجل أو هو اللي كان لاعبها نواف الخالدي وسجل لاعب أيضا القادسية؟ شوف 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 الفضلي يتقدم يترك مرمى وركنية ويحطها الفضلي، والله فعلها الفضلي، والله سواها الفضلي براسه وجول، سواها الفضلي وجول، جول لنادي الكويت 1-1، عملها الفضلي بمفاجأة وتصبح النتيجة 1-1، يعملها الفضلي بالدقيقة 49، هذا مرزوق الغانم والدقيقة 49 يقول لها اترك المرمى تترك الملعب لكن روح سجل، وخالد الفضلي يرجع الآن. شوف 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 الإعادة
للفضلي ويطير ويحطها ويسجل التعادل 1-1 1-1. شوف شوف الفضلي طاير ويحطها ويشترك مع حارس المرمى صالح مهدي. شوف وهذه الإعادة من كل الجوانب. شوف الفضلي ويحطها وتنحط وتلمس القائم ونلعب الآن. في 1/4 عام 2006 في بطولة الدوري العام لكرة القدم لعب القادسية والسالمية. القادسية تذكرون كان اللاعب العماني سلطان الطوقي، والكرة العمانية كانت في تلك الفترة أنا حكي كانت مميزة. أغلب اللاعبين العمانيين كانوا محترفين في سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لم يعد الحضور اللاعب العماني كما كان، ولم تعد الكرة العمانية كانت مثل ما كانت فترة ماضية. ما كان مو موجودين الآن لاعبين عمانيين يلعبون في 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 الأندية الخليجية، ولكن في فترة سابقة لا لعبوا في أفضل الأندية. في الجهة المقابلة كان أيضا مع السالمية تذكرون حمد حربي، وكان مهاجم مميز كان يلعب في نادي النصر ثم انتقل إلى نادي السالمية وحقق نجاح مع الفترة اللي لعب فيها. نشاهد الأهداف معنا. رمية التماس عودة يلعبها إلى المطوع إلى سلطان الطوقي. الطوقي شايت الله، تغير فعلا اتجاه الكرة. تسديدة سلطان الطوقي وفي الدقيقة 15 بعد ضياع فرصة نواف العتيبي الطوقي يسجل أول أهداف القادسية. سلطان الطوقي سلطان الطوقي هذا سلطان 9 القادسية، لاعب الوسط اللي تقدم ما بين أمير ليل وسامر وعلى شمال حارس المرمى صالح مهدي. سلطان الطوقي يسدد ويسجل أول أهداف القادسية، أول أهداف القادسية عن طريق الطوقي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. 1 القادسية 1 القادسية. عيدان وبلوشي تنقطع لجمال، جمال قصير ترتد من حكم المباراة إلى نواف حكم المباراة أحد أيضا خطرة حربي وهدف التعادل. حمد حربي حمد حربي كرة لم يتوقع الحقيقة أيضا دفاع القادسية، وحربي في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني يسجل حمد حربي هدف التعادل للسالمية. 1-1 حمد حربي حمد حربي. هذا نواف المرطى يرسل له كرة، شوف حصلها حمد حربي هيئها لنفسه على صدره وتسديده يواجه فيها نواف الخالدي ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني. 1-1 هذه عادة. شوف ودخول جيد أيضا كان من حمد حربي مع تحرك الكرة توصل ويسجل هدف التعادل. محاولة أيضا متأخرة كانت من نهير الشمري. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم في أهداف متنقلة في مواسم معينة اخترناها دائما بالتدريج لهذه المواسم الكروية الجميلة. بإذن الله تعالى قد لنا موعد جديد. أشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.
حبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتهيل حال صالح خطر جول. يا بشار بشار الجول يا ولد. وائل وائل سلمان. الشباب وكرة من فراغ.